قهوة يا ولد. ايه يا واد انت؟ ما سمعتنيش ولا بقول لك هات قهوة ولا ايه؟ عن اذنك الكرسي ده يا استاذ درديري. ايه شوف كرسي تاني. ايه ده؟ وعدم مؤاخذة الكرسي ده كمان عايزين. لا 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 لا. ده بقى دي قلة أدب دي بقى هي حصلت الحكاية دي. ايه ده يا ابو زيد اللي بيحصل ده يا ابو زيد ده؟ ايه يا استاذ درديري مالك؟ الواد بتاعك بيشيل الكرسي من تحتي. طب ما هو لازم يشيله لا مؤاخذة. تقول ايه؟ ولازم كمان؟ اه لازم نشيل الكراسي دلوقتي ونرصها. الله انت مش عايش في الدنيا ولا ايه يا استاذ؟ النهارده ماتش يا استاذ. يعني ماتش ايه يعني كورة مباراة لا مؤاخذة. يعني القيامة هتقوم بعد نص ساعة. ده هي قامت فعلا لما واحد زيك يقوي من على الكرسي بتاعي. انا الدرديري ابو الفرج اقوم من الكرسي بتاعي عشان ماتش كورة من قدام اوراقي تبقى القيامة قامت والكون اختل. ما تروقنا امال بقى يا استاذ درديري وتخلينا نشوف اكل عيشنا. الله حبكت يعني تيجي تقرا هنا دلوقتي؟ انا هقرا على القهوة زي ما انا عايز وهشرب قهوتي وقت ما اطلبها. ايوه انت قاعد على القهوه على مزاجك ولا ايه كمان يا ابو زيد؟ هات القهوه يا ولد. عدم المؤاخذه اي طلب تطلبه من دلوقتي بربع جنيه لحد الماتش ما يخلص ومفيش على الحساب كمان. نعم يا اخويا. ليه؟ انت فتحتها قهوه سياحي في حاره المناديل يا ابو زيد ولا ايه؟ ويعني عشان ما الحته فاري هتفضل القهوه فاري؟ ايوه فتحتها سياحي واللي عاجبه ومفيش طلبات هنا دلوقتي بقى لحد ما يبتدي الماتش. يلا هم يا واد هم. ايه يا نسبوني القهوه دي من 45 سنه من ايام المرحوم ابوك. انا اللي كنت بقرا اخبار الحرب العالميه الثانيه على الناس في الحته ده. ايه روقنا بقى يا استاذ تديري روقنا عايزين نوضب القهوه. ما بقتش قهوه. اللي يعمل كده مع الناس ما يبقاش قهوه. الله يرحم ابوك كان قهوجي. اليوم الواحد زيك عامل الدردير يا ابو الفرج بالطريقه دي. لكن الحق مش عليك، الحق على التخلف. قلتلك هقبض المعاش بكره يا عزبي. اه استاذ درديري الشهر اللي فات برضه. يا اخي بقى هات يا عزبي وخلصني يا اخي خلصني. حاضر يا استاذ درديري. امرك. صباح الفل على عالم الفلك والفيزياء والكيمياء وعالم العلماء. والله ايه قد امك بعتك ورايا؟ مش عيب برضه يا استاذ، أمي تبعتني وراك. مال عايز إيه؟ أنا عايز أنال شرف الحديث مع حضرتك. لما تصل إلى مستوى أبوك ستنال هذا الشرف. هو فين؟ مين؟ أبوك رياض بن عبد ربه. ما أنت لو كنت حضرتك خبطت عليه وأنت نازل من السطح كنت لقيته. أعمل إيه يا ابني بقى؟ ما أنا نازل على السلالم قابلني قاطع طريق. على فكرة يا ولد. نعم. قول لابوك انا رايح اشرب فنجان قهوه وجاي له معايا قنبله. ده انا مش هبلغه بس، ده انا هبلغ المطاف كمان. والله طيب اتفضل يا استاذ درديري. هات يا سيدي. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watchit.com.